السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من تواصل.com. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، والبداية من العناوين. في عنواننا الأول: استمرار معاناة العراقيين في محافظات البصرة وغيرها من المدن التي غرقت بسبب الفيضانات وتحميل الحكومة مسؤولية ما يحدث. في عنواننا الثاني: غياب الروح الرياضية تظهر في مباراة لكرة القدم في العراق وتعكس صورة سيئة عن البلد رغم الاعتذار من قبل المخطئ. وأيضا ضمن عناويننا: عندما يغيب القانون عن بلد لا تتوقع حتى من المحامي أن يلتزم به، حرب عصابات يقودها محاميان في العراق. وأيضا ضمن العناوين: يد الاستثمار المخالف تطال مناطق أثرية بفعل القوة والنفوذ وغياب للسيطرة على المستثمرين المتجاوزين. أهلا بكم، نبدأ حديثنا عن قضية السيول والفيضانات التي ضربت مناطق متفرقة من العراق. مياه السيول المتدفقة من شط العرب غمرت منازل منطقة الصالحية الشمالية البصرة وتسببت بتشريد نحو 200 مواطن. المواطنون انتقدوا بدورهم صمت الحكومة عما يجري لهم، فنشاهد. يا ناس من نص البصرة هاي، من البارحة من يوم الخميس بالليل لحد هسه الساعة صارت بلد 10 من 11 ولا واحد اجى، وهذا بيت بعد بيت قاعد يسقط، بيت بعد بيت. هاي شوف هاي الناس هاي تنتظر بيوتها تصير يدقى، أراضي ما قدروا يطلعونها من السابقات. يلا هاي نص البصرة والله، بوكلن 10 دقائق بس، هاي المصيبة اللي صارتهم بوكلن 10 دقائق والله العظيم 10 دقائق بس. شوفوا صارت منطقة يقول مضروبة نووي، ما وبعد سايد البيوت كلها قاعد ساقط واحد ورا الثاني. شوفوا بيت بعد بيت، بيت بعد بيت. هاي قبل 5 دقائق كانت ناس، لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. إيش قد خابرت مسؤولين، إيش قد خابرت، ولا واحد، وأغلبهم نايمين لحد الآن، ما حد جاوب، ما حد جاوب. هاي اللي جت الانتخابات العالم تجي توسل بي، تخبوني وانتخبوني. ها شوف هاي، هاي شوف البيوت، ها إنه الأثاث مالتها. المواطنون طبعا أصحاب البيوت البالية إذا صح التعبير، من لا يستطيع أن يبني بيتا بقدراته الضعيفة. المواطنون هؤلاء شاهدوا بأعينهم انهيار منازلهم المتواضعة. هذه الأزمة تسببت بحالة وفاة لأحد المواطنين، وهي ثاني حالة وفاة في مدينة البصرة عموما بسبب أزمة السيول، فنشاهد. شوف يا حكومة، شوف يا ناس تغيثون غيركم، شوفوا هلكم بار، شوف هاي البصرة من أم الخير. هاي أم الخير، هاي فضلها على العالم، بصرة عيش العراق، عيش العالم، عيش الدول كلها اللي بصفنا. هاي بيوت اهلنا طين، شوفوا شوف صار. الله يعينهم ان شاء
الله يعوضهم بالصبر. الله يعوضهم بالصبر إن شاء الله. طبعاً الدفاع المدني تدخل ووفر خيماً بشكل مؤقت لإسكان العوائل التي تعرضت منازلها للغرق بالوقت الذي استغرب به السكان الصالحية إهمال الحكومة لهم ولمناشداتهم قبل حصول الأزمة التي كان بالإمكان تفاديها، منتقدين دور الحكومة في مساعدة دول الجوار ويقصدون بذلك إيران. فنشاهد كلها طين، وهي مجرد فتحة. شوفوا هاي يمكن 3 أمتار ما بيها. زين ردنا بوكل يجي من أي مكان بس يسدها. هاي صار لنا أسبوع نصيح ونقول هذا هذول شنو الأضرار مالتهم، من يسوي لهم بيوت ومن اللي يساعدهم؟ بشوف هذولي ولا راح يظلون بالشارع شهر شهرين ثلاثة، وهاي بنص البصرة، هاي مقابل القصور ومقابل يم الجسر، هاي بالصالحية. فبعد ما أدري احنا تعبنا من مناشدة، الناشد على شنو ما أدري. ما شاء الله أنتم قاعد تغيثون دول العالم وهذول ولدكم هنا. أنا شوفوا هاي بيوت، هاي شوف هاي الغرف طاحت. هاي منين يشتري؟ هو منين لمه؟ منين عنده فلوس هو يبني؟ يلا يلا وشوف هاي فتحة ذي شي يا قاعد بعله. رادوا الناس تعبوا، هاي 3 أمتار رادوا بوكلين. هسه الخسائر تقدر بالملايين على شغلة 10 دقائق، شنو قيمتها؟ يعني إلى متى الناشد والناشد والناشد؟ شنو موقعكم من الإعراب المسؤولين؟ طبعا يقول العراقيون في الوقت الذي يعاني المواطنون من هذه الفيضانات والسيول ومنازل تدمر وضحايا جراء هذه الفيضانات والسيول، نجد الحشد الشعبي أو المؤسسة الحكومية بشكل عام توجه وسائل المساعدة إلى إيران لإنقاذها أو إنقاذ مدنييها من الفيضانات التي ضربت مناطقهم. هذا يثير الغضب بشكل كبير في الشارع العراقي نظرا للحاجة الملحة التي تتطلبها المساعدة لهؤلاء للعراقيين القاطنين في هذه المحافظات، وهم يرون المساعدات الحقيقية التي هم يحتاجونها تذهب إلى غيرهم. دعونا ننتقل إلى موضوع آخر. قامت مجموعة من جمهور نادي القوى الجوية لكرة القدم بالتجاوز لفظيا على جمهور وفريق نفط ميسان أثناء مباراته مع فريق الحسين ببغداد بعبارات معادي معادي. دعونا نشاهد. جمهور القوى الجوية أيضا أو هذه الفئة أو المجموعة قامت بالاعتداء بالحجارة على لاعبي فريق نفط ميسان بعد مباراته مع فريق الحسين ببغداد، وأصابوا عددا منهم بجروح بالغة. بس خلوا طاش.
طبعا نتمنى للمصابين الشفاء العاجل جراء هذه الحوادث التي للأسف نشهدها يوميا ربما في ملاعب كرة القدم في أي مكان تحدث، وفي العراق لها أخصية خاصة نظرا لما يعانيه البلد بشكل عام من هذه الفوضى، فهذه النماذج أيضا تؤزم من الوضع الذي يعيشه العراقيون. عموما كانت هذه أعمال فئة أو مجموعة صغيرة من جمهور نادي القوى الجوية بشكل عام. ردت جماهير القوى الجوية الحقيقية التي يمكن أن نسميها وبجدارة الحقيقية نظرا للروح الرياضية التي يتمتعون بها، انتقدوا ما حصل وقدموا رسالة اعتذارا لأهالي محافظة ميسان والنادي بعد الحادث، وبهذه الروح نتمنى أن تسود العلاقة بين الجماهير الرياضية بشكل عام بعيدا عن التشنج والتجاوزات. فنشاهد جمهور القوى الجوية. هذا جمهور القوى الجوية اللي حكيتوا عليه واللي قلتوا به احنا بريئين عنه، لان احنا بالاحماراني ورا لعبة الجوية بيوم انا ميسان، ميسان اهلنا وكنا اصلنا من ميسان ومن الاحمارة اللي مسكم مسنا، يشهد الله علينا وان شاء الله ماكو فرق. تجون اللعبة تجي بغداد واحنا نقوم لكم بالواجب وبخدمتكم، وبغداد بغدادكم، بغداد وحدة، وتحياتنا ميسان، تحياتنا الآن. دعونا من كل ما شاهدتم ودعونا نقف عند هذه المواضيع وهذه المقاطع التي سنعرضها الآن لأنها في غاية الأهمية وتهدد يوميا حياة المواطن العراقي. الملف الأمني وانعدام الأمن في العراق، وستعرفون لماذا تحديدا نتحدث عن هذه النقطة. تم الاعتداء على المحامية مها اللامي بعد اختطافها من قبل أشخاص تابعين لمحام آخر بسبب خلاف على قضايا مالية بينها وبين المحامي الآخر تتعلق بعملية كسب القضايا، وفقا لروايتها هي لإحدى المحطات التلفزيونية التي نقلت عن مصادر طبية تعرضها لرضوض بعظام الجمجمة وفقدان النظر لأحد العينين وكسر في الرجلين. هذه الصور المحامية مها اللامي، وتعذرون طبعا عن بشاعة الصور نظرا للإصابات البالغة التي تعرضت لها هذه المحامية. للأسف يعني أنه يكون التعامل في العراق مع النساء بهذه الوحشية مهما كانت مخطئة، مهما كان خطأها. طيب، هذه الصور التي شاهدتموها هي للمحامية. حتى هذه اللحظة استمعنا للخبر واستمعتم كذلك، ووفقا لرواية المحامية والذي كاد أو يكاد أن يكون صادم بمعنى الكلمة نظرا لما شاهدتموه، لكن في المقابل ذوي المتهم أي المحامي في عملية الاختطاف نشروا بدورهم لقطات مصورة من كاميرا مراقبة في أحد المحلات التجارية تبين حالة الاعتداء من قبل المحامية على محلهم التجارية سابقا وتهديدها لهم، ما يعني أن الطرفين لجأ إلى استخدام العنف بعيدا عن القانون الذي يمثلونه بصفتهم محامين. دعونا نشاهد. هذه هي المحامية، هذه كاميرات مراقبة في أحد المتاجر التابع لذوي المحامي الذي اعتدى على المحامية مها اللامي. انظروا طريقة تعاملها وتخريبها للمحل التجاري. قد تكون حالة غضب، لكن ستشاهدون الآن في هذا المقطع أيضا أنها تعمدت تكرار ذلك أو عملته سابقا في نفس المحل التجاري، عملية تهديد. دعونا نشاهد المقطع الذي
ورد أيضا عن اعتداء آخر لها في المحل التجاري. من تعتدى على مرأة والمرأة قطعة أحمر ولا مية هاي إلا مية دا ما خليها تدوس على شاربة بالنعال والله العلي العظيم أنا مورجة والله العلي العظيم ماني كاي أخذها قوتة حطها بالبيكة بالبيكة محطة واخذها بلّا قلّا تدوس على رأسه وعلى شاربة بالنعال تقبل الله ورسوله هم المتنزل المبارح اعتدى عليها وقطفوها ويجا خالهم كمل لهم بالفاتيرة ويجا مضم فهاي وصلوها. طبعا ما شاهدتم الآن هي عملية تهديد من ذوي المحامية من عشيرتها للمحامي الذي قام بالاعتداء عليها. تهديدات أثبتت غياب القانون، غياب النظام، لا يوجد أمن، لا يوجد قانون. عندما يقوم المحامي المسؤول عن الالتزام بالقانون والتعامل معه والتعامل به في حماية الآخرين والدفاع عنهم، هو الذي يقوم بالانتهاك، هو الذي يعتدي على القانون، يتجاهل القانون إن وجد في العراق. هذه النماذج التي شاهدتموها طبعا لا يبرر ما قام به المحامي تجاه المحامية بالاعتداء عليها بالضرب وتشويهها بهذه الطريقة وهذا الشكل، لكن كذلك تلام عائلتها وتلام هي كذلك عن التهديدات والتخريب الذي قامت به والذي عرضناه قبل قليل. ننتقل إلى موضوع آخر. في محافظة النجف في قضاء الكوفة تحديدا حصلت استثمارات للمتنفذين والأحزاب طالت حتى الأماكن الأثرية. قطعة أرض مساحتها 10 دونمات مهددة بأن تتحول إلى مجمعات سكنية من قبل مستثمر بعد التنقيب واستخراج الآثار منها. فلنشاهد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن الآن من محافظة النجف قضاء الكوفة. بس أوضح للأخوة شقد هذا الموقع مهم جدا. هذا مسجد السهلة وهذا مسجد الكوفة ومقام سيدي وضريح مولاي سيدي مسلم بن عقيل عليه السلام. هاي الأرض أكثر مساحتها من 10 دونم. إذا واضحة الصورة. هاي منطقة آثار وشوفوا قاعد ينقبون فيها الآثار من محافظة النجف من بغداد. أحد المستثمرين وضع اليد بالقوة عليها يريدها منطقة سكنية أو مجمعات سكنية يبيعها مبالغ عالية. طبعا كل الكتب مدينة مسجد الكوفة الأمانة مع مسجد الكوفة مقدمة كتب الرئيس مجلس المحافظة الرئيس للمحافظة النجف إلى مجلس استشاري الكوفة كلهم موقعين بأنه هاي تصبح مدينة زائرين. هاي بالأوراق الرسمية كلهم موافق المسؤولين في محافظة النجف أن تصبح مدينة زائرين إلى مسجد الكوفة. هاي العشر دونم المسؤول المقاول أو المستثمر مطي مبالغ عالية وجايب أهل الآثار حتى ينقبون الآثار يشيلون الآثار ويسويها مدينة خوش مدينة إلى ويبيعها بيوت ومناطق سكنية. يا هي الأولى إلى مسجد الكوفة وكل المسؤولين بأن موافقات بأنه هاي مدينة للزائرين لو شخص مستثمر بفلوسه يأخذها. الموضوع في هذه القضية لم يتوقف عند هذا الحد، حيث الاستثمارات انتشرت وشملت مركز محافظة النجف، ساحة مهمة مساحتها أكثر من 3 دونمات وفي قلب مدينة النجف معرضة للاستثمار من قبل جهات متنفذة لتحويلها لمقاه قرب ضريح الإمام علي عليه السلام. فلنشاهد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن الآن في محل مركز محافظة النجف. راح أراويكم نتحدث به بالأوراق الرسمية وين يكون. هذا ضريح سيدي ومولاي أمير المؤمنين. هاي ساحة ثورة 20 منا هذا طريق كرملاء نجف مركز محافظة النجف. شوفوا ايش قد المكان مهم. النجف العراقيين إذا واضحة بالصورة
الدوانم مساحتها 3 دونم و100 فولت. شوف المساحة، هذا هنا المتر، في هذا المكان 7000 8000 دولار للمتر الواحد، يوصل 10000 دولار. 3 دونم و100 فولت، دار الدولة يحولوها إلى استثمار، مطاعم وكافيهات. مو كافي، راحت المقابر وزعوها، وزعوا أملاك الحكومة وأملاك الشعب، استثمارات وكافيهات كلها توزع المناطق الخضراء في محافظة النجف. خلصت هاي، حتى يم ضريح الإمام علي راح تصير كافيهات ومطاعم. شنو اللي راح نوصل له؟ هذا اللي راح نوصل له، هاي النتائج. كل الشباب لا شغل ولا عمل، قاعد بالكافيهات. أهلا بكم من جديد بفقرة آراءكم. العراقيون تفاعلوا مع زيارة عادل عبد المهدي إلى المملكة العربية السعودية ودخوله الكعبة المشرفة بعد أداء العمرة مع مجموعة من الوزراء في مكة المكرمة. دعونا نشاهد. بسم الله ربي أجعلني سني وخلصت سريعا نقرأ التعليقات التي جاءت على هذا الموضوع. في أول تعليق لدينا، هيثم يقول: أخبروه أنه لو اغتسل وتوضأ بماء زمزم في جوف الكعبة ثم صلى فلن يغفر الله له يوميا، أو أخبروه لن يغفر له الله يوما واحدا من ظلم تعرض له شعبنا وهو يحكمه. في تعليق آخر، علي يقول: والله ما حد يشفع لكم لا عمرتكم ولا زيارتكم، هذه الأعمال ضحكوا بها على أنفسكم. في تعليق آخر لدينا، رائد يقول: على الجهات المسؤولة عن الأمن أرجو مراقبة الكاميرات جيدا وتشديد الرقابة خوفا على الكعبة من السرقة، في إشارة إلى التهم الموجهة لعادل عبد المهدي. أبو حيدر يقول: هاي الزيارة مع الحجاج راح توزع على الكتل البرلمانية ويبيعوها على الناس على أساس حج تجاري، اللي يوصل سعره إلى 10000 دولار للشخص الواحد. في تعليق آخر، أسامة يقول: المفروض الحرم المكي ينغسل بعد هذه الزيارة والتأكد من إقفال الكعبة كونها مصنوعة من الذهب. وأخيرا في التعليقات، شاكر يقول: ونحن في رحاب بيت الله نتذكر مصرف الزوية، في إشارة إلى المصرف الذي اتهم فيه عادل عبد المهدي بسرقته. نراكم بعد قليل. بفقرة الهاشتاج، الموضوع واضح: إيران تغرق العراق بالمخدرات. دعونا نشاهد التغريدات التي جاءت على هذا الوسم. زينب تقول: أدمر البلد، ما أعرف منو يخلصنا من هالجارة الورطة، بالإشارة إلى إيران. في تغريدة أخرى، محمد عبد الجليل يقول: الجميع في العراق وحتى الحكومة تعلم أن الفساد والتهريب والمخدرات وغسيل الأموال يأتي من إيران، لكن لا حول لها ولا قوة، فكل من يعترض أو يعلن عن ذلك عصابات الإجرام تغتاله. في تغريدة أخرى، مروة تقول: حلف ما يسمى المقاومة يقاوم العراق ويغرقه بالمخدرات وبرعاية إيران والأحزاب التابعة لها في العراق. في آخر التغريدات لدينا، زيد يقول: من مدينة يشبهها العرب بفينيسيا الشرق الأوسط تحولت البصرة الغنية بالنفط إلى مستنقع من المخدرات الإيرانية. كان هذا ما لدينا بفقرة الهاشتاج، وهذا ما لدينا عموما في الحلقة. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.